هذه برازيلية للثنائي البرازيلي. أعتقد بأن ليما ربما الأقرب. ليما الأقرب، ليما الأقرب، سددها. الله عليك لعيب، الله عليك لعيب. هدف التعادل صعب جدا. سالم عبد الله، التعامل مع الكرات الضربات الحرة المباشرة عند البرازيليين، يسددونها وكأنهم يا سلام، وكأنهم سدد ضربة جزاء يا جماعة الخير، وكأنه سدد ضربة جزاء. شوف فوق الحيطة في الزاوية القاتلة جدا، وبالتالي صعبة على سالم عبد الله. التعادل عزيزي المشاهد. ألبس هدف لفيلان ويبا، وهدف كذلك أيضا للوفانور. هذه الأهداف السبعة الكاملة المكملة للأمام الآن عن طريق ليما، خطير في هذه الأماكن ومهاري، وبالتالي يتقدم الآن، يرسل كرة جميلة، استقبال جميل، ممكن يسدد، سدد الكرة الماضية، وصلت الآن لريبيرو وتبعد من جانب مانع، وضربة جزاء، ضربة جزاء. أفضل مباراة في مشواره يقول لك ضد اليابان 0-0. يسألوا عنها محسن مصبح، مباراة خيالية قدمها عبيد علي هبيطة، لكن الآن طبعا هو مدير الفريق. ضربة جزاء، ضربة جزاء، ليما على التنفيذ. رودريجو ليما، رودريجو ليما، أفضل صفقة بجزاء. هل يتقدم النادي الأهلي؟ يتقدم الآن. جول، جول أهلاوي ثاني، هدف ثاني للنادي الأهلي. يصل الآن النادي الأهلي ويتقدم، ويذهب ليما ولاعبو النادي الأهلي إلى جماهير النادي الأهلي الأكثر عدداً والأكثر تفاعلاً في هذه المباراة. ضربة جزاء ذكية جداً سددها الكبير ليما. نعم يتقدم. هكذا يكون الأجنبي وإلا فلا. هكذا تكون خيارات اللاعبين الأجانب وإلا فلا. لاعب مهاري هداف يعرف طريق الشباك، يسجل مرتين ويعطي فريق الآن، ويصل الآن ليما عزيزي المشاهد إلى الهدف رقم 8 في بطولة الدوري، ويقلص الفارق ويصبح قريبا وليس بعيدا من الأرجنتيني تيغالي، والأمور حقيقة.